من السهل على الإنسان أن ينساق وراء ما يغري عينه، ولكن من الصعوبة البالغة عندما يستيقظ ويفيق من هذا الوهم بصدمة شديدة. هذا هو موضوع اليوم عزيزي المشاهد، إنه الكابالا. أخبرني عزيزي المشاهد، هل سبق وأن وضعت هذه الربطة حول معصمك بحجة الأناقة والموضة؟ وقبل أن أخبرك عن الغرض من سؤالي هذا، فضلاً شاهد الفيديو حتى النهاية واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد فور نشره. الكابالا هو مذهب يهودي متصوف متشدد، وهو مذهب اعتنقه العديد من المشاهير الذين تعج بهم قنواتنا الفضائية ومجلاتنا، وأصبحت صورهم تعلق في غرف نوم بعضنا. وتقول الموسوعة الميسرة إن القابالا كما في العربية، أو الكابالا كما في العبرية، كمذهب عند اليهود هو مذهب في تفسير الكتاب المقدس عندهم. يقوم على افتراض أن لكل كلمة ولكل حرف فيه معنى خفي. ونشأ المذهب في القرن السابع واستمر حتى القرن الثامن عشر الميلادي، وهو محاولة ترمي إلى إدخال روح مستحدثة في اليهودية، ولكن لقي أنصاره اضطهادا شديدا، وكانوا يقولون إن مصدر كل شيء هو الله، وأن الشر هو نتيجة البعد عن الله، وأن الروح الإنسانية أزلية، وأنها إذا كانت طاهرة تفوقت على الشر، وأن لأسماء الله قوة خفية. ومصدر هذا المذهب هو كتاب الخلق عند اليهود، مع دخول بعض تعاليم فيثاغورس العددية بما يعرف بمذهب عبادة الأعداد، وأفكار أفلاطون الميتافيزيقية، وبعض تعاليم المسيحية. أتباع هذا المذهب يؤمنون بتناسخ الأرواح، والمذهب يرسم طريقة عددية في التفسير والتأويل وبعض فنون السحر والتنجيم والهرطقة. الكابالا هي واحدة من أعقد الفلسفات الدينية، إنها تتعمق برموز غامضة وباطنية حول طبيعة الله والكون، وهي معقدة جدا، حيث إنها ولقرون طويلة لم يسمح بدراستها سوى للرجال اليهود المتدينين جدا، ممن يناهزون الأربعين وقد كرسوا حياتهم للدين اليهودي. كتاب الكابالا السحر الأعظم يعتبر أشد خطورة على الإنسان من التلمود نفسه، وهو عند اليهود مقدس جدا، ففيه النصوص السحرية التي منها يستمدون قوتهم من أجل السيطرة على العالم. وكما نعلم، فالسحر هو صناعة الشياطين، علموها اليهود والذين كفروا آنذاك بناء على طلبهم بغية الحصول على القوة الشيطانية. وكما تعلم عزيزي المشاهد، إن السحر اتفاق بين الشيطان وبعض الإنس، ويكون بمقابل متبادل. فالإنس يطلب منه أن يأتي بأعمال شركية كفرية، نظير أن ينفذ له شيطان من الشياطين المتعاقدة ما يطلب منها. وهذا السحر هو السحر الأسود، ومن هذه الأعمال الشركية الكفرية التي يقوم بها السحرة من أجل إرضاء الشياطين ومن ثم طاعتها لهم، مثل طلب بعض الشياطين من الإنس أن يلبسوا المصحف كحذاء والدخول به إلى الخلاء والعياذ بالله. وهنا تتجلى طلاسم الكابالا، حيث إن هذه الأخيرة ليست سوى نوع من السحر، وهي طقوس وطلاسم يتقربون بها لقوة خفية يستمدون منها السيطرة، كما أنه كتاب مليء بالأسرار والطلاسم السحرية الخطيرة جدا، ويتصل مباشرة بالشياطين. فالكابالا إذن هي الباطنية اليهودية الواجب على كل يهودي يؤمن بالتلمود اتباع تعاليمها وطقوسها، التي يعتقدون أنهم يستمدون منها القوة الخارقة، والتي يجسدونها في أفلامهم اليهودية الهوليوودية الأمريكية. ويرجع مصدر كتاب الكابالا إلى ما استقاه أحبار اليهود من الديانات الوطنية القديمة والحديثة، وأضفوا عليها صفة التقديس، ومزجوها بطقوس عبدة الشياطين ليخرجوا من الأخير بطلاسم هذا الكتاب الخطير. وكلمة كابالا مشتقة من الأرامية، ومعناها القبول أو التلقي، أي تلقي الروايات الشفهية كما حدث في التلمود، حيث يدعي أحبار اليهود أن موسى عليه الصلاة والسلام تلقاه شفهيا مباشرة من الله عز وجل. واستقت الكابالا تعاليمها ونصوصها وطقوسها من الديانات السابقة لليهودية، وهي كلها ديانات وثنية
كالفرعونية والبوذية والديانات الهندية والفارسية واليونانية، وظهرت الكابالا وأعلن عنها في نهاية القرن الثالث عشر بين اليهود، حيث ظهرت مجموعة من النصوص أعلن عنها الأحبار في كتاب وأسمها سفر زهار. والزهار كلمة أرامية تعني النور أو الضياء، والكابالا صرعة جديدة عند المشاهير، وهي اعتناق فكري أو ديني لمذهب الكابالا اليهودية، ويرمز إليه بخيط أحمر يلف حول المعصم. والآن عزيزي المشاهد، هل سبق وأن وضعت هذه الرابطة حول معصمك بحجة الأناقة والموضة؟ هل رأيت أحد أصدقائك يضعها في يده؟ وهل شاهدت بعض المشاهير أو لاعب كرة القدم وهم يضعونها؟ سبحان الله، هل أصبحنا بهذا الجهل حتى نضع خيطاً لا يمت للأناقة والجمال بصلة فقط لمجرد التقليد ولا نعلم ماذا تعني؟ اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات. شكراً على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.